الدوشات. الكراسة الكبيرة ليانوشساس يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان كارلو فيفاري السينمائي. فيلم الكراسة الكبيرة مقتبس من عمل الكاتبة أغوتا كريستوف، وهو يروي الطفولة الصعبة لتوأمين أثناء الحرب العالمية الثانية. لجنة التحكيم أشادت بالجماليات الخاصة التي ميزت الفيلم وتناوله للقيم الإنسانية. Ich habe euch auch mit dem Gürtel geschlagen. War das auch eine Übung? Tiszt úr azt mondja, hogy látta, hogy egymást ütitek egy szíjjal. Az a testedzési gyakorlat volt. الفيلم يتناول الحرب ولكن بدون حرب، مع طفلين كشخصيتين رئيسيتين. إننا نتابع تسلسل ما يحدث معهما وما تتركه الحرب على حالة الأطفال النفسية، والحرب لا تزال مستمرة اليوم. لجنة تحكيم المهرجان نوهت بعمل المخرج البولندي توماس فازيليفسكي ناطحة سحاب العائمة. اللجنة اعتبرت فازيليفسكي أحد المخرجين الواعدين في أوروبا الشرقية. فيلمي يتناول الحب في الواقع، الحب بين شاب وشابة، بين شابين، بين أم وابنها، وبين والد وولده. وما أثار اهتمامي هو تناول مواضيع لم يتم طرحها من قبل في الأفلام البولندية. أبحث دائما عن شخصية مكسورة من الداخل وتظهر العديد من الاختلافات، ليس الاختلافات الجنسية ولكن الاختلافات الاجتماعية. هذه المواضيع مثيرة للاهتمام بالنسبة للمخرج. فيلم ناطحة سحاب العائمة يروي قصة لقاء بين أحد المثليين جنسيا وسباح يعيش برفقة والدته مع صديقته. توماس فازيليفسكي تناول موضوعات البحث عن الهوية والتقبل الاجتماعي والجنسي. وفي الأخير منح مهرجان كارلو فيفاري كرة الكريستال الشرفية للمخرج الأمريكي أوليفر ستون الذي كان حاضرا إلى جانب جون ترافولتا، حضور ساهم هذا العام في إضفاء شعبية على المهرجان.